لما تعمل مسارع لا انا معايا سلاح امشي معاك سلاح لا كان سلاح عالي بس كان جوه انا كان معايا سلاح عالي بس ايه كان بيداخل النقطه بيداخل النقطه داخل النقطه ايه بيعمل ايه داخل النقطه بعد ما رحت المحاضره ساعتها وجاي هو يبقى الاثنين عليه في الاثنين ساعتها ايه مش سهل انا ما ضربتهمش ليه بتعمل ايه بالسلاح كم سيارة؟ لا مش سيارة واحدة. أنا شفت سيارة واحدة. كم عدد الملاهي اللي كانوا مستخدمين سيارة؟ مش خمس ساعات. أنا مش هقول لك. أنا قلت لك أنا وهم اللي كانوا في النار. أي سلاح كانوا يطلقوا النار معلم؟ كان بقالي ولا تمام؟ ساعات هم كانوا يضربوا هم في العربية. ما شفناش السلاح اللي بيضربوا فيه. يعني أنت مش عارف إن السلاح عالي ولا بالدوية ولا حاجة؟ أنا ما أعرفش. أنا موكله. تم القبض عليه. خد 14. وقدم الدفاع. حافظه من السندات. طولت على أصول. متطرفات. تاريخ القبض على المتهم